إنك انطهرت المتكبرين، ملاعين هم الذين حادوا عن وصايا. إنك انطهرت المتكبرين، ملاعين هم الذين حادوا عن وصايا. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا آية في حكاية. هنكمل مع بعض دراستنا في المزمور 118 أو 119 حسب الترجمة اللي موجودة في الكتاب المقدس. وهلفت انتباهكم أن الآيات احنا مستخدمينها من الأجبية، فياريت لو رجعتوا للنص للترجمة السبعينية اللي موجود في الأجبية يكون كلمات أسهل شوية وأكثر وضوحا، هتساعدكم يعني لفهم المزمور دوت بشكل جميل. بنعمة ربنا النهاردة نتكلم عن الآية رقم 21، يقول فيها داود النبي: انطهرت المتكبرين، ملعين الذين حادوا عن وصاياك. وهو هنا بيتكلم يعني الآباء يقولوا ان الآية ديت ومجموعة الآيات اللي جاية بعديها في نفس القطعة التالتة من المزمور. زي ما قلنا من الأول مرة المزمور ده متقسم 22 قطعة، في القطعة رقم 3 الجزء اللي جاي منها ده بيتكلم عن المسيح، نبوة عن ربنا يسوع المسيح صلبه وألامه. فيقول هنا انطهرت المتكبرين، ملعين الذين حدوا عن وصاياك، كان بيتكلم على إزاي أن الله انطهر الشيطان. المتكبرين هنا مقصود بهم الشياطين اللي حبوا يرفعوا كرسيهم فوق كرسي الله. والملاك ميخائيل، رئيس الملائكة ميخائيل، قال للشيطان لينتهرك الرب. فانتهرت المتكبرين، ملاعين الذين حادوا عن وصاياك، لأن بسبب الكبرياء بتاع الشيطان وإنه بعدوا عن وصايا ربنا فأصبحوا مطرودين من أمام وجههم. ويشوع بن صراخ يعلق على موضوع الاتضاع ده فيقول: كلما تتضع ترتفع وتجد رحمة عند الله. تلقوها في يشوع بن صراخ صحاح 3 عدد 18. فالإنسان فينا علشان يكون له علاقة حلوة مع ربنا ومع اللي حواليه يحتاج لموضوع الاتضاع ده، يبعد فيه عن الكبرياء. والكتاب برضو يقول في أشعياء 66 عدد 5، ربنا يقول: وإلى هذا أنظر. تنظر لمين يا رب؟ يقول: أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. يبقى هنا في مزيج ما بين الاتضاع وحفظ وصايا الله، ان الواحد فينا ياخد كلام الله بجدية ويرتعد من كلامه. يعني مثلا ايه، احيانا نركز جدا على محبة الله وغفرانه، ودي حاجة حقيقية وجميلة وهو ده رجائنا، ولكن لا ننسى ايضا قوله: ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وما ننساش برضو انه قال: هيعطي كل واحد حسب اعماله ان كان خير او شر. فالواحد فينا لازم يرتعد برضو من كلام الله، لان كلام الله ده هو انذار لينا، هو تعليم لينا، هو توجيه لحياتنا. فما ينفعش ان احنا ناخده باستهانة او ننقي اجزاء معينة من كلامه اللي بتتماشى مع احتياجاتنا ورغباتنا عن المحبة والتسامح، وننسى انه هو الديان العادل اللي في يوم هنقف قدامه ويجازي كل واحد حسب عمله. كمان موضوع الاتضاع دوت، ان الواحد فينا يحط كلمة ربنا فوق راسه، مش يحط كلمة ربنا تحت عينيه. يعني مش بيعملها يسموها understand. understand يعني ايه بالانجليزي؟ يعني انت تقف وتحط الكلمة فوق فتفهم كلمة ربنا، تبقى بالعكس، مش انت بتفحصها لكن هي اللي بتفحصك، تفحص أعماقك. عشان كده الكتاب يقول إن كلمة الله قوية وفعالة، أقوى من كل سيف ذي حدين، خارقة لمفصل النفس والجسد والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. يبقى كلمة الله هي اللي بتفحصني. عشان كده تلاحظوا إن أبونا لما يجي في قراية الإنجيل في القداس يحط البشارة فوق راسه كده ويقول في زمرقوت انجي في إسنيه، عاوز يقول إن كلمة الله هي اللي بتفحص أفكاري. تلاقوا برضو في الطقس الجميل بتاعنا ان ابو سيدنا لما يبقى لابس التاج مثلا ويجي يقرا الانجيل، يروح او يتقري الانجيل يخلع التاج عن راسه، لانه كلمه ربنا هي فوق الكل، هي اعلى من الكل. ما ينفعش تكون كلمه ربنا تحت المجهر لكنها فوق عقلي وفوق راسي تفحصني
وتنقيني من جوه. يبقى كتاب النهارده يقول لنا انتهرت المتكبرين، نبعد عن الكبرياء ونقول لرب اديني تواضع حقيقي، كلمتك هي اللي تفحصني مش انا اللي اقول دي صح او دي غلط في كلامك. والذين حادوا عن وصاياك دول يعتبروا ملاعين، يقصد بيها الشياطين زي ما قلنا. الله ينظر للقلب المرتعد والمنسحق واللي بيحفظ كلام ربنا كل مره. وانتم طيبين لربنا المجد دائما ابديا امين.